بوت بوخ بوي بزاين ناوم ملا احمي قرقول لكيو لقرقول هاتو غيره بلا لقرقول هاتو بو ام مولونا ميا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما ولدنا ميا كخواي قبريل القرآن فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إيوة شاك أنجام بدن بأميدي أو كرزقارتان ببيت آية أو خلقش كداءني شل مجلسة بغير شاك خراب أكات نخير هر قشتي خريكي شاكير انجا او خلق الصلاوات اللي ادا لديداري في غمر جان صلى الله عليه وسلم خواي قورا افرمي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بحقيقة خوا وملائكي خوا فعل مضارعة تار رجي قيامة صلاوات لأدن لديداري في أغمر جان صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم تسليما. أبو هندك الله أما أشتكي بداية وداعي أما جائسة أو تعرزكم أما أو خلق كداء نشب أمر بو إيمة أمر بو إيمة كصلاوات لأدن لديداري في أغمر صلى الله عليه وسلم. إن جاء ذكر أكن لما جلس الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أواني ببيو بدانشنو براكشاننو كذكر إخواء كان بيدلم بونا وراء كان وقالن إخواء توب بيهودا أم كون مكان تدرزنا كدو باكي بوتوي وبمان بارز العذاب جان او كسانيش كالين ام مولود نامني اواني انساني كن كساني كن دوا كوتو اگر الين بوشي بيغمر ني كردوا لو وقتا دوشت هبوا يك من خلق زور فقير بوا دو همينش خلق بجهاد وبو فرزانو مشغول بوا اجينا بيغمر جان لخوشي سركوتني حزرتي موسى بسر فرعون دار روجوي قرتوا جا امج لخوشي لتايبوني بيغمر جان شي كن يا دكي اخوين مولونا ما اخوينين ان جا بيغمر جان روجان دو شمه بروجو بو فرمويتي من لم روجا بيروزا دابوم لدايك ايمج او مانا كدو ببلغا لخوشي لدايك بوني بيغمر جان صلى الله عليه وسلم مولونا ما اخوينو ان جا اول جنبي ايمن اخوي امام السويتي افرمي امام جلال الدين السويتي افرمي لهر مالكا مولونا ما بخوينيتو خواي قوره صلاوات لي بدن داني بيغمر جان صلى الله عليه وسلم خواي قوري او بن مالي اباريزيت لدرد وبلا وسوتان وغرق بون لحزتي شيخ معروفي كرخي افرمي اوانا درجي اعلى عليين يعني هي ما مصاي الشمس افرمي او اوازي مولود برز بي لهر مال ملك افوشي او مال ببال غرس هر قصد بو بيغمر بي صد نفر نبي وباس سي نفر بي امانه بلغن لو عالمانو وايسيش هادشي عالم او كساني كالين مولونا من ياك قشت يعني كوبنو هزار عالم بن كوبنو بني وني 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 وي فقيه كي ماما سملا كريم ماما سملا عبد الكريم ومدرز علم يعني بينيه اي بوشي او خونديتو بقي امام جلال الدين السويتي علم يعني بينيه بوشي او خونديتو بقي امام غزالي علم يعني بينيه بوشي او فرمي الروايه بقي الشيخ معروفي كرخي علميان بيانيه بوشي اول الروايه بقي كاك احمد الشيخ علميان بيانيه بقي بوشي اوان خون يانتو بقي الشيخاني طريقه ومحزتي مولوي اوان امان علميان بيانيه بوشي اوان خون يانتو امان خوي بلغن ما بين سر برسياري كتر لم مولونا معنا دو جور اواز سلوتي ايني اخن ريب اواز كان عربي و هندي و انجليزي و امانة تاكل بون اواز كان كردي باكا هي خانقاکانی خۆمانە خوما نسروتی که آینی کاتی که جود لی بدل اکاتو یعنی فرحید بوده بوچی گرنگی بم اسروتا بم آواز بم لحن کردیانه نادره بوچی چون عربی و شتیتریانه نا و تکلیان کردو بدای بطی لم دویانه ایمش ایسه دن خوش معنی او تل سنو دعوت من کردون او تل هولیرو دعوت اکرین او تهر ام در بني خاني خومانه دن خوشي زوري تياي سليماني دن خوشي زوري تياي لم سرودانا ايتر بعمري او خوا عادت كوايا هر كس سرودكي خو زيات دلي گرمكا يمش دن خوش مان تياي وسرودي خوش اخوينو ما مسملا هلو مانه دن خوشو او تل چل حكمتا لبانو لقرانا يكمي هنا وسرودي مولنا ما اخوينتو بنيام اكا باو
او ندنی خوشه و ماموسای محمد جباری له هولیر و هر همان دستور ام قرآن کلا سنه و بیانین بو قلعه شیروان امان دنیا خوشه و کردیش نو مجلسیش گرمه کنو زور ماموسای خومانه هیه که لم منطقه خومانه و لد پیشنیار کی بو گنجکان زیاتر اوازی کوردی بخنن بزمانی کی کوردی اره والله پیشنیار بو گنجکان اوی اوانی ک دنیا خوشه تدریب بکن جماعت یک دف لی بدن و بیکو تیب دروس کن و دن خوشی اوانی ک دنیا خوشه بو مولونا مکان براسی ان شاء الله بل بنحنی کوردی پیغمبر یا ان شاء الله او کسانی خوش گرکه اینجا اگر لسر مولونا بروم اتوانم زور زور اجا باشه سلطان مظفر سلطان مظفر سال 5000 مرو هزار مریشکی سر ابری اکر به 10000 مریشکی سر ابری اکر به مولود نامه کات خوارج کان کویستیان مرقی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بدزن اگر سلطان مظفر خرا خلافی کدای پیغمبریان لم عشامی سر ارزه بانی لو ناکرد بانکر سلطان مظفر فریام کوا سلطان مظفر لشکری ریخصو سابه هر جوری بود دوزی و که چند متر یک چون بود نقارو لابلا چند متر یک دوست چند متر یکان ما بوگن مرقی پیغمبر کبی دزن همو یعنی گرتو کشتیان والله من دقیق تاریخ سالکی نازم ایتا او سالی که سلطان مظفر که لسه دور عبوه او سالی که سلطان مظفر لسه دور عبوه ام جاهر تا لسر مرقی شیخ احمد بدوی لمجلس اولیاء بخدمتی قیوم که مولونامه خوانیاوه تو حتی عالم یک بناو ابن اللبان که انکاری او مولونامه یک کردو خوی کدو ای توبه کردو توی تی قسم بخوا که لسر مرقی شیخ احمد بدوی مولونامه انا خواندو من انکاریم اکرد وام لها قل هو الله شم لبیر نما بو هیچ علم یکم لبیر نما بو تا اتیبو خدمتی ياقوت الشرعي شيخ ياقوت الشرعي ابيش بي فرمي برو سر مرقاك شيخ احمد بدوي توبه بك وتا خواي قورا المكاب يا بخشيته بقي ابي كل خواي قورا المكاب يا بخشيه واميش كشيكي خوي بيدا سلام ان شاء الله بقول لهم تاكيد تشاو ماتك